سعيدة بالمشاركة في المنتدى، وخليني في البداية أشكر شباب البرنامج الرئاسي وهنيه على التنظيم الرائع والآمن واللائق لاسم الدولة المصرية، وأيضا عايزة أهنيه على ثقة القيادة السياسية في تحمله هذه المسؤولية. المنتدى السنة دي بيجي وقت يعني إجراءات احترازية، بس ده بيوريكي البلد شغالة إزاي. مشروعات قومية، المبادرات الرئاسية، ما فيش حاجة توقفت وما فيش حاجة تعطلت، إنما كلنا بنسعى علشان فعلا نوري الصورة الحقيقية للجمهورية الجديدة. النهاردة إحنا قدام الجناح المصري، سعيدة بمشاركة المصريين في الخارج المشاركين في هذا المؤتمر. بنعرض الحقيقة شغل الوزارة، المبادرات الرئاسية اللي زي طبعا حياة كريمة، المراكب النجاة، اتكلم عربي، الوزارة عملت إيه فيها. وسعيدة أيضا بمشاركة شباب المصريين في الخارج اللي الحقيقة اشتركوا معنا في الجلسات في الورش التحضيرية. عايزة بس أوارد دي رسالة للي لم يحالفهم الحظ في المشاركة هذا العام أو في هذه النسخة، إن هناك تجويد من الحقيقة القائمين على المنتدى إن ممكن يتابع أعمال الجلسات أونلاين، ودي حاجة ما كانتش موجودة في النسخ الثلاثة الماضية، وإن شاء الله يحالفهم الحظ في اللي جاي. أنا شاركت في ورشة عمل حياة كريمة، والحقيقة كان لابد من إبراز جهود المصريين في الخارج في هذه المبادرة الرئاسية. الحقيقة بيتصارعوا إن هم يثبتوا للقيادة السياسية إن هم جزء من هذا المجتمع، وده اشتغلنا على محاور كثيرة، محور معنوي وترويجي، عشان زي ما حضرتك عارفة احنا عندنا الكثير من الأخبار المضللة والكاذبة عن الدولة المصرية، فمهم جدا انه القوة الناعمة من المصريين في الخارج يتشاركوا معنا في إبراز دور الدولة المصرية في تحسين يعني مستوى معيشة المواطنين في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا. أيضا كان في دور مع الكنيسة المصرية، وبشكر قداسة البابا البروتوكول التعاون اللي حصل ما بين وزارة الهجرة وما بين أسقفية الخدمات، وأيضا مؤسسة حياة كريمة، دور الكنيسة المصرية في هذه المبادرات الوطنية الحقيقة دور قوي جدا، واستفدنا منهم جدا من خلال كنائسنا في الخارج في دعم هذه المبادرات. وايضا كان عندنا بقى حملات يعني دعائيه ماديه بقى للدعم المادي، ده في الولايات المتحده الامريكيه، في كندا، في الكويت، على طبعا المحور الصحي، اطباء المصريين في الخارج ان هم بيجوا يعالجوا الناس في القرى اللي هي المسجله داخل حياه كريمه، فكنت سعيده بالمشاركه بالجهود اللي حصلت. احنا كان عندنا مشكله في شحن الجثامين للمصريين المتوفين في الخارج، التكلفة عالية سواء في الشحن أو في تجهيز الجثمان للعودة. والحقيقة كان المصريين مشروط شحن الجثمان بتقديم شهادة إعصار، لما يبقى شحن جثمان على نفقة الدولة لابد أنه الأسرة تتقدم بشهادة فقر توري أن هي غير قادرة. طبعا مع الحزن كان دي حاجة مهينة للكرامة، كرامة الأسرة المصرية في الخارج. عشان كده اشتغلت مع معالي وزير الداخلية اللي بشكره الحقيقة على التعاون والتنسيق، أيضا مع رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وأخرجنا إلى نور أول وثيقة للمصريين في الخارج، وثيقة تأمين لشحن الجثامين 100 جنيه فقط سنويا، وهي يعني لا قدر الله لو حصل حالة وفاة سواء حالة وفاة طبيعية أو إثر حادث بيتولى شركات أو المجمعة التأمينية سداد موضوع الشحن والتجهيز. من فين بنشتري هذه الوثيقة؟ بنشتريها من المنصة الإلكترونية اللي عملاها المجمعة من خلال تجديد تصريح العمل أو استخراجه، وأيضا من منافذ الخروج. يعني احنا اطلقناها في الاول من يناير، تعدت ال 13,000 وثيقه تم شرائها من المصريين في الخارج، وده بيعكس ثقه المواطن في الخدمه المقدمه وايضا احتياج الشديد. مصر تستطيع بالصناعه، وده المؤتمر اللي حظى بالرعايه الكريمه للسيد رئيس الجمهوريه، ودي النسخه بقى السادسه لمؤتمرات مصر تستطيع. ايضا عايزين نتابع موضوع الوثيقه ونشوف ايه الخدمات المقدمه، الافكار اللي خدتها من شباب المصريين في الخارج المشاركين في هذا المؤتمر، هنخرج بحاجه قريبه ليهم.